الأديبة الإماراتية مريم الساعدي واحدة من الأسماء البارزة في عالم القصة القصيرة والرواية، لها ثلاث مجموعات قصصية، هي مريم والحظ السعيد وأبدو ذكية ونوارس تشي جيفارا. أيضا لها رواية هي مملكة النحل في رأسي، وكتاب العيون البلورية للكتابة، وبيضم مجموعة من المقالات. يسعدنا أن نستضيف في هذا الحوار الأديبة والكاتبة مريم السعدي للاقتراب أكثر من تجربتها الإبداعية والإنسانية. أهلا بك يا أستاذة مريم. أهلين أهلين. يعني خليني أبتدي بمملكة النحل في رأسي، وهذه الرواية بطلتها اسمها مريم برضو. هل قصدتي أنه تقدمي سيرتك الذاتية بطريقة غير مباشرة في هذه الرواية؟ إطلاقا هي مش سيرة ذاتية، لكن أنا يعني ما أتوقف عند الأسماء. يعني ما أعرف هل هذا ميزة أو عيب في الكتابة عندي، لكن لا أتوقف عند الأسماء، عند أسماء الشخصيات. وأضع أول اسم يخطر في بالي، وبداهة أول اسم يخطر في بالي اسمي. فخليه. البعض بيستخدم أسماء الأبطال يعني بيسقط عليه بعض الأشياء، بيستخدمه استخدام رمزي. ليه ما اتجهتيش لهذا الاتجاه؟ قد أتجه مستقبلاً. لكن أنا فعلاً يعني وأنا أكتب ما أفكر في الأسماء، هي مش دائماً يعني في قصص وفي أعمال سابقة كانت تحمل أسماء مختلفة، أو في بعض النصوص من غير أسماء حتى. يعني دائماً يكون تركيزي على الفكرة أكثر من الهوية البيانات للشخص للفرد، وكأنه بالنسبة لي أنه لما أني أتعرف على إنسان اسمه أو هويته أو بياناته الشخصية آخر ما يهمني، آخر ما يعرف به، آخر ما يعرف به نفسه. يعني وكأنه الإنسان بالنسبة لي هو مشاعر، هو أفكار، هو اتجاهات، هو ميل روحي، هو خريطة نفسية أكثر من أنه دائما تلقى شخص لما تقول له عرفني على نفسك يقول لك أنا فلان أشتغل في الوظيفة الفلانية، وضع الاجتماعي كذا، لكن هذا لا يعرفك حقا. هذه أشياء أنت لم تختارها، أنت وجدت نفسك عليها. فأنا ما أقصد يعني عدم تركيزي، ربما يعني أنا أحاول ما أعرف، يعني أنا هذا الشيء ما سويته بشكل واعي، ولكن أتصور لأني أنا فعليا كشخص في الحياة الواقعية دائما حين أقترب من الآخر أحاول أن أقترب من روح الشخص، وآخر ما يهمني أصلا شهادات العلمية، صفة خلفيته الاجتماعية، أسماء، وهذه لا يهم بالنسبة لي. طيب بما ان احنا اتكلمنا عن السيرة الذاتية، هل ضروري الكاتب او الروائي يترك جزء او هامش من سيرته الذاتية في كل عمل او في بعض الاعمال على الاقل؟ هو سيترك يعني حتى بدون قصد، دون ان يشعر. هي حتما لازم ان تترك انعكاس لشيء ما في شخصيته. ان الكتابة في النهاية ايش غير ان فعالاتك الشخصية، انت كشخص، كانسان، كفرد، كمواطن، كشخص يعني لازم تكون منفعل بفكرة ما حتى تستطيع أن تعبر عنها، وانفعالك هذا هو جزء من سيرتك الذاتية في النهاية. سيرة الإنسان ومشاعره، يعني الإنسان في النهاية هو تاريخ من المشاعر، مش تاريخ من الأحداث بالفعل. قد تكون حياتك خالية من الأحداث لكن فيها كمية هائلة من المشاعر المتدفقة اللي تروح وتجي وحسب انفعالك بالأحداث بما يحصل الآخر، بالتالي هذه هي سيرتك الذاتية، تاريخ مشاعرك. ليه دايما بتقولي أنك أم لأطفال العالم؟ والله أنا مش دائما أقول، لكن أنا أشعر هكذا. يمكن هو أنا أحيانا قلت هالكلام، لكن أتصور أنه كل شخص، أتصور أنه الطفولة مسؤولية المجتمع، مسؤولية الإنسان بشكل عام. الطفل ليس ابن أمي وأبي فقط، الطفل ابن المجتمع، ابن الدولة، ابن المجتمع الإنساني العالمي. كل إنسان مسؤول أنه يأمن الحياة السليمة والكريمة ولا يصيب الطفل أي أذى. هذا تصور هي مسؤولية كل فرد بقدر ما يستطيع. ليه مقلة في أعمالك يا أستاذة مريم؟ بزهق كتير. بتزهق كتير؟ بزهق بسرعة. شوف الكتابة محتاجة جو، محتاجة أشياء وايد تنهض الروح. أنت عشان تكتب لازم تطلع تكون روحك صحية. عشان الروح تصحى لازم تكون في خضم حالة ما تولد الأفكار، تولد الشغف، تظل محتفظ بالشغف. والاحتفاظ بالشغف يحتاج أنك تظل على قيد الانتباه
وانك تظل على قيد الانتباه يحتاج يعني انك تكون مركز، انك يعني ما تقعش من نفسك، لا تسقط من احساسك بذاتك واحساسك بوجودك في الان والتو واللحظه في المكان والزمان، وانك تحرص على هذا الوجود في المكان والزمان مجهود ترى، حتى تشعر بوجودك وتشعر باحساسك وتشعر بفكرتك اللي تقدر بالتالي تروح. الكتابه مرحله متقدمه من الوجود الانساني، مش سهل انك تكتب، مش لا يكفي ان تمتلك فكره، ان تمتلك لغه، الاهم ان تمتلك روح. طبعا ايه الهموم او الشواغل اللي بتحركك في الكتابه يا استاذه مريم؟ كل واحد يعني كل كاتب عنده مجموعه من الاشياء بتسيطر عليه طول الوقت، ايه اللي بيسيطر عليك؟ ايه اللي بيحركك؟ ايه اللي بيحفزك؟ البحث عن السعاده مثلا، ما الذي يجعل الانسان سعيد؟ العداله، الحياة الكريمة لكل إنسان لكل فرد، الحق. مين من الكتاب سواء العالميين أو العرب اللي بتميلي للقراءة لي باستمرار وبيلهمك؟ شوف أنا الأدب الجميل، الكتابة الحلوة بتلهمني، مش بس بتلهمني للكتابة، بتلهمني للحياة بشكل متزن لاحتمال الأشياء. كنت كتبت مقال عن إنه الكتب هي مضاد للاكتئاب الخالي من الأعراض الجانبية. فالكاتب أيا كان، ما عندي أحد معين، يعني أنا قرأت في البدايات للأدب الروسي دوستويفسكي والناس هذولا، كان فعلا ساعدوني في إني أشوف أن وش أشعر بشكل يستطيع أن يتعامل مع اليومي والعادي والمستهلك. فلما تستطيع أن تتعامل مع هذه الأشياء، هذه الأشياء تنهش في الروح، تخدش الروح بشكل تدريجي، بشكل غير مرئي، بشكل غير مباشر. إن لم تكن منتبه يمكن أنت ما تشعر أنه في شيء، لكن تشعر بنوع من البهتان، الثقل، في شيء كأنه في عائق، في عائق. التكرار الأيام ثقل. أنا بالنسبة لي الثقافة والكتب القراءة، فأي نص ملهم، سواء كل نص، وكل نص له مزاجه، كل كاتب له مزاجه. يعني مين يعني ما أقدرش أسألك مين كاتبك المفضل؟ لا ما تقدرش، يعني ما فيش. ما عنديش كاتب مفضل، عندي نصوص مفضلة لكتاب مختلف. أحيانا ممكن كاتب اقرا له نص يعجبني، بس في اشياء ثانيه ما تعجبني. لما اجمل نص قريتيه؟ انا اصلا بسالك لان انا عندي نص بقول ده اجمل نص قريته على الاقل حتى الان. لا ما عندي، انا في اشياء بتكون اجمل نص في لحظتها في ساعتها، بعدين اقرا شيء ثاني اقول لهذا اجمل نص وهذا اجمل وهذا اجمل. بتنبهري تنبهري احيانا باللغه، بالكتابه، بالتعبيرات؟ ما توصل لدرجه ممكن انبهر احيانا. في فعلا في نصوص، في كتابه، في لغه فعلا تاخذك وتبهرك حقيقي. في اشياء وايد، كتب وايد، يعني ما اقدر اقول كتاب على اخر، ما اقدر اقول انه هذا الكاتب او هاي، لا في، بس في كتب جميله جدا يعني تستحق انها فعلا تخليها يعني تعطيها جزء من وقتك. لانه للاسف في اعتقاد انه القراءه للاسف حاليا في المجتمعات الاستهلاكيه غالبا انه القراءه مضيعه للوقت، وخاصه في الادب، وكانه الادب مجرد قصص واحاديث، يعني ما ينتبهوا لان الادب في نوع من تطوير الشخصيه. طبعا وانت علشان مهما كان تقدم مشروع متطور على اي مستوى، يجب ان يكون خلف هذا المشروع شخصيه متطوره. ولا يطور الشخصية غير الثقافة، وأساساً في الثقافة هو القراءة. طبعاً يعني على ذكر الأدب العالمي، أنت عملتي البكالوريوس بتاعك كان في الأدب الإنجليزي، وبعدين أخذتي شهادة دراسات عليا في التخطيط من الجامعة الأمريكية، وشهادة أخرى عن القدس من جامعة اسكتلندية. إيه سر الاتجاهات المتفرقة في الكتابة دي؟ شوف، هي فرص أتيحت في لحظتها، وأنا حبي للمعرفة، وكنت أتمنى لو كانت في فرص أكثر. أنا كنت أحب المعرفة، أحب المحاضرات، أحب الجلوس كطالبة، أحب الندوات يعني أحب أستمع، أحس أنه في أبواب تنفتح،
أبواب فكرية وعقلية تنفتح، وبالتالي أبواب نفسية، وانس أنه باب النفس هذا يفتح تشعر بانتماء أكثر للعالم وللإنسان، والانتماء هذا للعالم والإنسان أنا يحسسني بالأمان والطمأنينة، واحتاج دائما أبحث عن وسائل الطمأنينة من ضمنها المعرفة يعني حسب طبعا الظروف. فكانت هاي الأشياء متاحة في وقتها، وكنت أطرق أي باب يعني أدخل. وأدب إنجليزي من جامعة إماراتية، جامعة الإمارات نعم. أيوة، وبعدين تخطيط من جامعة أمريكية، والقدس من جامعة اسكتلندية، فكمان نهلتي من أكثر من رافد يعني. أتمنى لكون نهلت. جميل. قلتي أنه أزمة التواصل الإنساني كانت هي اللي حركتك في رواية مملكة النحل في رأسي. نعم. قصدتي إيه بكلمة؟ إيه أزمة التواصل الإنساني؟ في أزمة حقيقية. إيه نوع الأزمة دي؟ في أزمة حقيقية، وتصور إيه أعراضها يعني؟ أعراضها في غياب الحوار، غياب نعمل الحوار ما إحنا لازم نجي ونقعد في مقابلة تلفزيونية بمواعيد مسبقة وعلشان نعمل الحوار، لكن الحوار العادي بين على مستوى الأفراد، على مستوى العائلة، على مستوى الصداقة، على مستوى الزملاء، على مستوى المجتمع ما فيش حوار. الحوار اللي يكون إنه في ناس إنه ناس بمستوى معين من الوعي مستعدة أنها تتقبلك، تتقبل الآخر، تتقبل الرأي، وتفترض ولا تفترض يعني سوء النية في الموضوع، في افتراض إنه هناك صالح، في طرح للصالح العام. ما في مش تحديات شخصية، مش حروب شخصية نفسية شخصية، الموضوع مش تقاسم على كعكة ماء، الموضوع هو حياة، هي رحلة. الحياة إيش غير رحلة؟ وإحنا إحنا أفراد في هذه الرحلة، إحنا مراكبين، كلنا مركب الحياة، إحنا ممكن بعد لحظة نموت طبعاً. فإذا إحنا ما تركنا أثر جيد مع بعض، إذا إحنا شو دورنا في الحياة؟ الإنسان شو دوره؟ أنه يخفف هذا المشوار، هذه الرحلة على الآخر قدر الإمكان، كلهم باستطاعته، كلهم بمقدرته، حتى بإشارة، حتى بصمت، حتى باستماع وإنصات، حتى بتفهم، حتى بهزة رأس طبعا. يعني هي هذه الرحلة، لكن للأسف حاصل نوع من الغفلة بسبب جفاء إنساني، في جفاء بسبب السوشيال ميديا والإلكترونيات وتطور التكنولوجيا. ده حاصل دلوقتي، بعدين حيحصل إيه؟ بالضبط. يعني في تطور تكنولوجي أسوأ، ولا ممكن نتجه للأفضل بعدين؟ هو شوف، هي ممكن مفاهيم الأسوأ والأفضل تختلف. يعني احنا حاليا ممكن نقول احنا قاعدين نتجه للأسوأ في مجال التواصل الانساني. ايوه، في مجال التواصل الانساني، بس هو فعلا قابليه الانسان للتكيف، سبحان الله، الله خلق الانسان بقدره على التكيف. يعني مثلا لما شفنا مرينا كلنا بازمه كورونا وغلق العالم والحجز والعزل، في ناس اشعرت انه هذه نهايه العالم وصار لها ازمات حقيقي. نفسيه كنا حاسين الاحساس ده فعلا. لكن احنا تكيفنا طبعا، جميعا كلنا تكيفنا، وصار الموضوع كأنه جزء جديد من الحياة الطبيعية الجديدة العادية، سبحان الله. فالإنسان دائما يستشعر، الله لا يترك الإنسان ترى إطلاقا طبعا. فهو في هي حياة، هي رحلة، وهي أزمة، لكن في دائما دعم إلهي مستمر، حتى يعني ما تكون الرحلة قاسية. وكلامي دائما عن التواصل، محتاجين نسمع بعض، محتاجين نرفع انتباهنا ورؤوسنا وعيوننا من الشاشات ومن الانغماس في الذات، في انغماس داخلي، وننفتح على الآخر، الآخر اللي مش بالضرورة عدو، ممكن يكون صديق، أعطيه ممكن فرصة، يكملنا، ممكن نعطيه فرصة في شيء. طبعا. أنا استمتعت جدا بالإبحار في أفكارك، وبشكرك جدا جدا على هذه الفرصة، الكاتبة والروائية الأستاذة مريم السعدي. فرصة سعيدة. شكرا جزيلا ليكي، وتشرفنا بوجودك معنا في العاشرة. تسلم. شكرا جزيلا. تسلم. شكرا جزيلا.